كيك الشوكولاتة عملناها من غير بيض ومن غير لبن ومن غير زبدة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنقطعها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هشة ومرتفعة وجميلة ان شاء الله. تجربوها وتشوفوا الطريقة وتكتبولي في التعليقات. شايفين الكيكة هشة ومرتفعة وجميلة ازاي؟ هنفضيها بقى في الطبق زي ما حضراتكم كده شايفين. وده شكل الكيك. شايفين الكيك هش ومرتفع وجميل جدا. بتمنى الوصفة تعجبكم. ويلا بينا نروح على الفيديو نشوف عملنا الكيكة دي ازاي. هننزل كده بالكاكاو وهننخله. كل المكونات لازم كده تتنخل زي ما حضراتكم كده شايفين. معلقة ونص من الكاكاو عليهم معلقة ونص من النشا زي ما حضراتكم شايفين كده. هننخلهم مع بعض وهننخل البيكنج باودر عليهم. هننزل كده بالبيكنج باودر ونهزه كويس الكيس كله. وبعد كده هننزل بالسكر كوباية من السكر وهنقلب الخليط كده مع بعضه. الدقيق والنشا والكاكاو وذرة من الملح لحد ما المكونات تختلط كلها مع بعضها. وهي هننخلها كمان مرة علشان يبقى هش معانا ومرتفع. كده قلبنا المكونات ونخلناها لتاني مرة. هننزل بالنص كوباية من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وهنقلب كده لحد ما يختلط الخليط مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده والزيت يختفي. جربوا الطريقة واكتبولي في التعليقات رأيكم ايه. كده الزيت اختفى اهو. هننزل بأول كوباية من المية الدافية وبعد كده هننزل بالنص التاني. هنقلب كده لحد ما المكونات كده تختلط مع بعضها. بعد كده هننزل بحبة من الفانيليا السايلة او كيس من الفانيليا البودرة. كده حطيت النص كوباية من المية السخنة زي ما انتوا شايفين وهحط فانيليا سايلة كده. وبعد كده هقلب. واخر حاجة الخل. هقلب كده المكونات زي ما حضراتكم شايفين. وهنكون محضرين صينية مدهونة مادة دهنية ومولعين الفرن من قبل ما نشتغل. ودي معلقة الخل بقى اللي هنضيفها اخر حاجة. وهنقلب كده المكونات لحد ما الخل يختلط كده مع الخليط. وهنجيب بقى الصينية بتاعتنا وننزل بالخليط في قلب الصينية كده وندخلها الفرن. وبعد ما تستوي بتقعد من 30 لـ35 دقيقة. الوقت مهم. ما نفتحش الفرن الا بعد ما الوقت يعدي اللي هو 30 أو 35 دقيقة. كده القوام بتاع الكيك كده. هنجيب الصينية وهننزل بالخليط. وده شكل الخليط بعد ما فضيته. لازم نخبط كده الصينية خبطتين علشان الخليط ينزل في الصينية وما يبقاش مفرغ من تحت. هدخلها الفرن وبعد ما تخلص هوريكم الطريق للشكل النهائي. الكيك كده بعد ما طلع من الفرن شايفين طري وهش ازاي. وعملت صوص شوكولاتة. هنسيبها تبرد وبعد كده
هنزينها بصوص الشوكولاتة كده زي ما حضراتكم شايفين، نغطيها خالص وهنقدمها مع بعض. ودي كانت وصفتنا النهاردة، كيك الشوكولاتة بدون بيض وبدون لبن وبدون زبدة، زينا بصوص شوكولاتة بسيط وحطينا عليه قطع فراولة كده. بتمنى الوصفة تعجبكم، وياريت لو عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناة ومشاركة الفيديو علشان الكل يستفيد. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.